السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي السادة المشاهدين. النهاردة أولى حلقاتنا من برنامج باسم الشعب، هنتكلم عن ملفات الفساد في كل مطارات وجمارك وموانئ جمهورية مصر العربية. هنتكلم تحديدا النهاردة عن مشكلة جمارك بورسعيد، وقائع وفساد خطيرة، قضايا رأي عام، قضايا تخص الاقتصاد، هنتكلم عن الصناعة، هنتكلم عن مشاكل التجارة، الركود اللي حاصل في مصر، التدني في الاقتصاد، ارتفاعات الدولار، هنتكلم في كل حاجة. انتظرونا الحلقة القادمة، حلقة سخنة جدا، انتظرونا.